السلام عليكم ورحمة الله أخواني، رحب فيكم مرة ثانية في هذا الفيديو الجديد والذي يخص برنامج الإكسبانشن مانجر للياماها. في هذا الفيديو راح أتطرق إلى ميزة جديدة في الأبديت الجديد للإكسبانشن مانجر. الميزة هذه جدا مفيدة ورائعة صراحة، وراح توفر عليكم وقت وجهد وإن شاء الله تستفيدون منها. الميزة هذه تخص اللوبس، الويفز اللي حابين اللي يعملوا لوبس، إيقاعات ولا أصوات ولا أي خامة ويف، وحاب إنه هو ينزلها على الكيبورد ويعمل لها لوب ويستخدمها كإيقاع ولا كصوت. في هذا الفيديو راح نتطرق إلى الإيقاعات، لأن أعتقد أغلبنا يعاني من مشكلة الإيقاع. طبعا أول شيء لازم تعمل تحديث للبرنامج، تنزل النسخة الجديدة من البرنامج طبعا عبر موقع ياماها. ممكن تدخل على الجوجل وتعمل سيرش على ياماها إكسبانشن مانجر، وراح أحط لكم رابط تحت الفيديو إن شاء الله يسهل عليكم السيرش يعني، وراح تلاقون الفيرجن الجديد موجود اللي هو بتاريخ 25/3/2016. طبعا هذا الفيرجن يخص الماك، وممكن تختار انت نوع الاوبريتنج سيستم اللي عندك، ويندوز واي نوع، هو راح يفلتر لك كل الملفات اللي تخص السوفت وير عندك. فانا في حالتي راح استخدم 2.4 اللي هو الماك، هو 2.4 الجديد. بعد ما طبعا ننزل نعمل انستليشن والنصبة نخلي على جنب. الخطوة الثانية راح احتاج طبعا اكيد الايقاع اللي هو الويف. فالايقاع طبعا عندك انت اكثر من طريقة انك تعمل لوبس. بداية لازم يكون عندك الايقاع متسجل او انك يعني حاصل عليه من اي مصدر. انا استخدمت البرو تولز، ممكن تستخدم كيوبيس، لوجيك، ادوبي مثلا، اوديشن، تقدر تستخدم اي برنامج يعمل يعني لوبينج، او ممكن تعمل ويف اديتنج. خلينا نقول يعني مش لوبينج، احنا حاليا في الويف اديتنج. انا عندي ويفة هذه صوتها، مثلا حصلت عليها من اي مكان. فمهم ان اكون اعرف سرعتها تقريبا، يعني احاول ان اجتهد ان اعرف سرعة الايقاع هذه الويف. انا في حالتي سرعتي 155 وعندي حوالي 8 موازير. قطعتها واخترت مثلا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا، وبعدين عملت سيف للويفة بشرط ان تكون الويفة 16 بت. يعني وانت تعمل اكسبورت او سيف لازم تحط في بالك انك تعمل 44.1 وتعمل 16 بت. الفريكوانسي لازم يكون 44 على اساس الاكسبانشن مانجر يفهمه والكيبورد يفهمه. بعد ما نخلص من تقطيع الويفا ونعمل سلايسينج ونعمل يعني الموازير اللي احنا محتاجينها، سواء كان مثلا انت قاعد تعمل ستايل فتحتاج A B C D، فراح يكون عندك 4 مقاطع تقطعهم على حسب الموازير، ويكون عندك مثلا A B C D مثلا، وبعدين اذا عندك فيلين، عندك انترو، عندك اندينج، حسب طول الويفة. بعد ما خلص راح احتاج برنامج يعمل لي سلايسينج اللي هو تشريح او تقطيع للويفة. انا استخدمت صراحة برنامج اللي هو ريسايكل. برنامج الريسايكل برنامج ممكن تلاقيه صراحة متوفر في النت، وممكن ممكن انك تشتريه يعني. فالريسايكل انا عندي في الماك حاليا ونزلته ونصبته وكل شيء تمام عندي.
اسحب عليه الويفة، نشغل البرنامج. طبعا اول ما اشغل البرنامج راح يفتح لي صفحة يعني بهالشكل. طبعا اقول له open مثلا، اذا عندي الصفحة فاضية. طيب انا اكون عرفت وين مخزن معلش اسف، عرفت وين مخزن الويفة، اروح وافتحها. طيب راح يكون عندي البرنامج بهالشكل. خليني اكبر لكم الشاشة علشان اشرح لكم بالضبط كيف البرنامج يشتغل. برنامج رائع جدا، راح يوفر علي جهد وتعب ووقت. طبعا انا سحبت الويفة. لازم اول شيء اشغل البريفيو هذا على اساس يفتحون لي كل الفانكشنز اللي موجودين، او يعني الاساس ممكن اعدل على الويفة. ثاني شغلة مهم ان اكون عارف كم مزورة او كم مزورة محتاج من اللوبة هذه. مثلا انا لو حددت 8 موازير، شوفي مجرد ما انا احدد 8 موازير هو تقريبا تعرف على السرعة، قال لي سرعة الويفة هذه 155، فعلا سرعتها 155. ولو شغلتها بلاي راح اسمع نفس الايقاع اللي كنت اسمعه. لاحظتوا اللوب؟ فانا عندي 8 موازير لوب، تخلص ترجع تخلص ترجع. الخطوة الثانية طبعا انا ممكن اعمل بيتشنج شوية، يعني حاب لو حاب مثلا اغير في التون، او اذا عندي ويفا يعني ليفلها شوية ناقص اقدر ازيد اعلي واوطي. طبعا اقدر احط بعض الافكتات، يعني مثلا لو حاب احط اي شيء ايكولايزر اعطيه بيس، اعطيه اتربلها، يعني على حسب ذوقك انت. فانا في حالتي ما راح احط اي شيء، راح اخلي الويفة زي ما هي. انزين، الخطوة الثالثة طبعا والمهم جدا، طبعا وزن الايقاع لازم اكون عارفه 4 على 4. الخطوة الثالثة مثل ما قلت لكم السنس، هذا شوفوا السنس هني، راح انا احدد الشرايح. شوفوهم، انا اول ما حركت بدا هو يعلم لي على الويف، يعني قاعد يقول لي انا راح اقطع من هالاماكن. طبعا كل ما اقطع اكثر راح يكون عندي مرونة اكثر في السرعة اني اطلع وانزل في الويف في اللوب، يعني اقصد فكل ما اقلل راح يكون عندي صعوبة اني اطلع وانزل. فانت وفنك الحين، فانت كل ما تكثر التقطيع كل ما راح يكون عندك سهولة انك تطلع وتنزل بالسرعة. لين ما انا احس اني نوعا ما يعني حاس انه اوكي، نشوف هذا يعني مقطع كبير مثلا ما قطع علي، فاقدر ازيد عليه شوية. طبعا راح يوريني كم قطعة صارت هني، يعني هذه 8 موازير قطعها لي الى تقريبا 53 سلايس، ف53 معناته راح ياخذ مني 53 كي على الكيبورد. كل قطعة راح تروح على كي معين، يعني راح نشرحها بعدين على الاكسبنشن مانجر. انا للحين في حاليا قاعد انا اقطع الويف. فطبعا انت كل ما تصغر راح توفر مساحة في الكيبورد انك ممكن تعمل اكثر من لوب في نفس الصفة ورا بعض. يعني الحين انا هذه بالنسبة لي مجرد فاريشن واحد، يعني انا مسميه مثلا الايقاع اسمه بندري بارت دي. مثلا عندي اي بي سي دي في اليماها معروف عندك 4 فاريشنز، فانا الحين بس الدي عندي 8 موازير. فتخيل راح احتاج تقريبا اكثر من طقم على اساس اكمل ايقاع واحد. وهذا راح اشرح لكم على الاورج بعدين كيف ممكن
ان بدل ما انا اضغط نفسي على كت واحد اقدر اعمل اكثر من كت بحيث اني اعمل اكثر من لوب. بعد ما انا حددت التقطيع انا انتهيت تقريبا من عملية التقطيع، راح اعمل سيف. يمكن انا مصغر الشاشة ما راح تشوفون السيف، لكن في الفايل فوق بتلاحظون في سيف از. من تدوس السيف از راح يفتح لك هذه الصفحة، بتكون بهالشكل صغيرة. طيب هذا مهم جدا، احنا الفورمات اللي نحتاجه ريكس 2. الريكس 2 هذا اللي راح يفهمه الاكسبانشن مانجر. طيب فانا راح اعمل فولدر اخلي في اي مكان احتفظ فيه، راح اسمي هذا اللوب بالاسم اللي انا حابه. طبعا مهم انك تسمي شيء عشان تعرف وين تحطه بعدين في الستايل في الكيبورد، وانت تعمل الكيبورد وانت تعمل الستايل. اسف، اعمل سيف. خلاص هذا ما احتاجه. شوفوا معي، لاحظوا اذا فتحت الفولدر راح القى الملف هذا اللي هو البندري بارت دي ريكس 2. هذا مهم جدا.